بروح التعايش والأخوة، مسيحيو العراق يحتفلون بأعياد الميلاد، وأجراس كنائس مدن الجنوب تنشد ترنيمة الوطن الواحد. السيد الحكيم يدعو إلى عودة المسيحيين إلى أرض الوطن، والرئاسات الثلاث تشارك في قداسات عيد الميلاد. من البصرة، السوداني يشرف على استعدادات خليج 25، واللجنة المنظمة تؤكد انسيابية بيع التذاكر. خلال زيارته الأخيرة للمثنى، السيد الحكيم يطلق مبادرة لإنشاء صندوق خاص بالمحافظات المحرومة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. أهلا بكم في مرصدنا الخبري، حيث يحتفل مسيحيو العراق في أرجاء البلاد بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام ورأس السنة الميلادية وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة. وشهدت العاصمة بغداد هذا العام واحدة من أوسع صور الاحتفال بأعياد الميلاد، حيث ازدحمت الكنائس بالمصلين المسيحيين لأداء القداس الكبير لإحياء طقوسهم بسلام وطمأنينة في المناسبة، فيما يأمل العراقيون أن يكون العام المقبل عام أمان واستقرار لكل العراقيين وعودة جميع النازحين إلى منازلهم. هذا وانتشرت مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد في عدد من شوارع بغداد، لا سيما إقليم كردستان، من خلال نصب أشجار عيد الميلاد وزينتها المعتادة. هذا وزار رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم عددا من الكنائس في العاصمة بغداد في عشية ليلة الأعياد. وقدم السيد الحكيم التهاني والتبريكات للمكون المسيحي خلال زيارته عددا من الكنائس في العاصمة بغداد، منها كنيسة مار بطرس ومار بولس للسريان الأرثوذكس، وكنيسة مار كوركس، وكنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية الوطنية، وكنيسة مار يوسف للسريان الكاثوليك، وكاتدرائية أم الزهور، والكنيسة المعمدانية الإنجيلية الوطنية. وتمنى السيد الحكيم لهم عاما سعيدا وحياة عامرة بالفرح والمسرات. أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم أن العلاقة بين المسيحية والإسلام علاقة تكاملية، وأن نبي الله عيسى عليه السلام رسول للسلام، ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي للرحمة، منوها إلى الحاجة إلى السلام والتراحم. كلما وقفنا عند نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا وآله السلام وهو رسول السلام، وقارنا ذلك مع نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وهو رسول الرحمة، وكم هي تتكامل هاتين الصفتين المهمتين، الإسلام السلام والرحمة، وكم نحن بحاجة إلى السلام وإلى الرحمة وإلى المحبة وإلى التعاون والتعاضد فيما بيننا. نتكامل لنرتقي، نتكامل لنبني وطنا كما نتمناه ونحلم به. العراق بلدنا الحبيب الذي يجمعنا جميعا، مسلمين ومسيحيين، صابئة وإيزديين، بكل دياناتنا وقومياتنا ومذاهبنا وعشائرنا وانتماءاتنا الجغرافية والمناطقية، لكن العنوان الأكبر الذي يجمعنا جميعا هو العراق. ودعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم المسيحيين العراقيين إلى العودة الطوعية لوطنهم، مؤكدا أهمية اعتزاز الجميع بهوياتهم الدينية والقومية والمذهبية والمناطقية. المسيحيون يمثلون مكونا أصيلا في بلادنا، ليسوا مكونا طارئا، ليسوا بعددهم، وقد غادر الكثير منهم في ظروف صعبة إلى بلدان أخرى، وهي فرصة ثمينة بمناسبة عيد الميلاد المجيد أن ندعو كل العراقيين من المكون المسيحي الكريم أينما ذهبوا إلى عودة طوعية إلى بلادهم ليساهموا في بناء الوطن، ليكون لهم دور في وضع لبنة إلى جانب لبنات أخرى حتى نعيد بناء وطننا ونعيش فيه بسلام وأمان. المسيحيون يمثلون ركنا أساسيا ومكونا أصيلا في بلادنا، وهم
الوردة الفواحة في باقة الورد العراقية التي فيها كل المشارب والأصناف والمكونات، لكن المسيحيون يمثلون ركيزة مهمة وأساسية في هذا الفسيفساء وهذا التنوع العراقي. نحن فخورون بكم بوجودكم، نتمنى أن نتعاون ونتكامل معا لبناء وطننا على أسس صحيحة، وأن نشهد عراقا مليئا بالرحمة والسلام والأمان والاستقرار والازدهار والرخاء بالشكل الذي نتمناه لأنفسنا ولشعبنا. بأجواء من الفرحة التي يعمها السلام والوئام، أحيا المسيحيون في العراق أعياد الميلاد وسط دعوات للعوائل التي غادرت البلاد إلى العودة من جديد والاحتفال بأيام تجمعها المحبة. أحمد الزيدي والتفاصيل. على أصوات أجراس الكنائس ووسط تراتيل كنيسية وأجواء روحانية، يحيي المسيحيون في العراق أعياد الميلاد المجيدة. ذكرى ولادة السيد المسيح عليه السلام هو ما يمثله هذا العيد الذي تسود أجواءه الأدعية والأمنيات بالاستقرار ولقاء الأحبة والخلاص من الأزمات التي أنهكت البلاد، حيث كانت أمنيات الحاضرين في هذا القداس هي الأمن والازدهار وتحسين الأوضاع الاقتصادية، أن يكون الناس يحبون بعضهم البعض، يتآلفون، أن يقبلون واحد الآخر، أن يحكون بلغة حوار حقيقي، يقدرون يعيدون بناء هذا البلد اللي دمرت الحروب. نتمنى لجميع العراقيين بجميع طوائفه وقومياته أيامهم سعيدة تكون وميلاد مجيد لكل العراقيين، وهذا اليوم هو يوم الفرح للعراقيين جميعا بدون استثناء، إذا كانوا مسيحيين وإذا كانوا إسلام زين، واتمنى لهم الموفقية. تعيش معظم الأسر المسيحية أجواء العيد تحت مرارة الفراق التي سببتها الهجرة الجماعية للملايين من أبناء هذا المكون إلى خارج البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي، لتكون حرارة الاشتياق للقاء من رحلوا من أحبة وأقارب وأصدقاء هي أبرز المشاعر الظاهرة في عيون المحتفين هنا. نلتقي إنه نشوفهم إن شاء الله، يا رب إن شاء الله نلتقي بيهم إنه يجون هنا يرجعون لبلدنا إن شاء الله، يعني كلتهم بعيدون بخير وسلامة إن شاء الله، آمين يا رب. أمنياتنا أول شيء عمل أمل وسلام على بلدنا والسلام على العالم أجمع، ويا ربي الكل يعيد بخير وأفراح وعائلاتهم كل سنة، وكل عام أنتم بخير والعراق بخير والعالم كله بخير، وبالمعنى سنة جديدة قريبة فسنة جديدة سعيدة للكل. ويشارك العراقيون من المسلمين أخوتهم من أبناء المكون المسيحي فرحة أعياد الميلاد المجيدة في صورة التآخي والوئام الذي يعيشه أبناء الشعب العراقي، معبرين بذلك عن وحدتهم وتماسكهم بأمنيات العيش الكريم والحياة السعيدة الخالية من الأزمات. أحيا المسيحيون قداس أعياد الميلاد المجيدة، على أمل أن يحقق العراقيون جميع تطلعاتهم. لقناة الفرات أحمد الزيدي، بغداد. من جانبه بيّن رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني خلال مشاركته القداس الذي أقيم في كنيسة سيدة النجاة، لقد حاول الإرهاب وأدى الوحدة بين الطوائف، وانطلقت إحدى محاولاته من هذه الكنيسة. يعتز الجميع، وترى أن التنوع من أهم عوامل القوة في العراق. لقد حاول الإرهاب وقت هذه الصفه، وانطلقت احدى محاولاته من هنا، وخلفوا وصمه عار ماساويه في تاريخنا الحديث، وارتكبوا جريمه يندى لها الجبين، وراح ضحيتها الابرياء الذين نالوا الشهاده في بيت من بيوت الله. لكن العراق تمكن من صد الهجمه وانتصر عليها، واليوم جميعا نعيش النصر المؤزر على الفكر التكفيري، ونعيش في ظل ما حققت تضحيات الأبطال الشهداء من أمن واستقرار. من جانبه أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد خلال حضوره قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة سيدة النجاة، أن من دواعي المسؤولية في مثل هذه المناسبة وفي مختلف المناسبات استذكار أرواح الشهداء الأبطال. ومن مسؤولية في مثل هذه المناسبة وفي مختلف المناسبات
أن أتذكر أرواح الشهداء الأطفال من الرجال والنساء ممن ضحوا من أجل عراق قوي حر ديمقراطي مستقر. أمل واسعة من أجل وحدة جهود جميع العراقيين لصالح أن نتمتع بعراق مزدهر ويعيش كل المواطنين بسلام. تقدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالتهنئة الخالصة والتبريكات إلى المسيحيين من أبناء الشعب العراقي والعالم أجمع. الحلبوسي تمنى في تغريدة له وبحلول أعياد الميلاد المجيد أن يكون عاما محفوفا بالوئام والمحبة وعالما يسوده التعايش والتفاهم. ليس أبناء الطائفة المسيحية في العراق هم وحدهم من يحتفلون بهذا اليوم المجيد، بل يشاطرهم المسلمون الأفراح، لا سيما أبناء المحافظات الجنوبية، حيث تتزين الشوارع بالإضاءات الملونة، ويتبادل التزاور بين المسلمين والمسيحيين بالتهاني وتبادل أطباق الحلوى، ويرفع الدعاء كل بطريقته من أجل الاستمرار على الحب الذي جمع أبناء الوطن الواحد تحت خيمة واحدة وسقف واحد جمع شملهم منذ الأزل. دقت أجرس الكنائس في أربيل لتعلن عن ميلاد جديد اجتمع فيه أبناء اللغة الآرامية العتيقة، وهي تجمع تلاوين الطائفة المسيحية في العراق وتحتضنها في موطن الأمة. على الطائي والتفاصيل. المسيحيون في العراق ثابتون في الأرض كجذور أشجار الزيتون المعمرة لا تتزحزح عن مكانها مهما قست الظروف الخارجية، لأنهم ملح الأرض كما يطلق عليهم هنا. الآشوريون والكلدان والسريان أبناء اللغة الآرامية العتيقة يحيون أعياد الميلاد في أرض الأجداد، والأمل كل الأمل أن يكون هذا اليوم بداية لانفراجات كبيرة ونهاية للأحزان الكثيرة التي مرت على العراقيين عامة والمسيحيين خاصة. الهجرة المسيحيين إلى خارج العراق هم عبالهم الملاذ الآمن، ليس ملاذ آمنا إلا إنسان في بيته في وطنه. مجيء ميلاد المسيح هو بشرى خير وسلام لعالمنا في الذي هو في أمس الحاجة إلى السلام، لأنه هو ملك السلام، هو رئيس السلام، هو سيد السلام، هو الذي يصنع السلام، صانع السلام. في أربيل أجراس الكنائس دقت داخل جميع كنائس مدينة عنكاوة، في مار يوسف ومار غورغيس ومار يوحنا وأم النور وأم المعونة، فضلا عن كنيسة مار يعقوب في شقلاوة وكنيسة كويسنجا. أربيل التي كانت موطنا معتقا للمسيحيين احتضنت القادمين من بقية المحافظات بعد موجات النزوح المستمرة أيام الحرب الطائفية وبعد دخول العصابات الداعشية. إقليم كردستان احتضنت هؤلاء المسيحيين النازحين والمهجرين من كل المدن العراقية، وأيضا هناك تجدد وزيادة في أعداد المسيحيين في إقليم كردستان بعد أن تم بناء الكثير من الكنائس لهم في مناطق عديدة من أربيل والسليمانية ودهوك، وهذا يعني بأن إقليم كردستان احتضن المسيحيين بعد أن توترت الوضع المسيحيين في عموم العراق وخاصة في جنوب ووسط العراق. واليوم ندعو بأن يكون عام 2023 عاما للتآخي والسلام وتعزيز حقوق الأقليات العراقية الأصلية وهم المسيحيون وغيرهم، كي يعيشون بشكل سلمي مجتمعي في بلادهم. أعداد المسيحيين في العراق تراجعت في العقدين الأخيرين بسبب موجات الهجرة الجماعية إلى أوروبا وأمريكا، إذ تقدر أعدادهم اليوم بأقل من 300 ألف فقط،
ما يستدعي وقفة جادة للمحافظة على هذا المكون الأصيل العاشق لتراب وطنه. أمنيات كثيرة شخصية وعامة يعلقها المسيحيون على ناصية الميلاد، على أمل أن يكون القادم أفضل بعد أن خبروا الكثير من المشاكل والمعاناة. من أربيل لقناة الفرات على الطائي. أعلن سلطة الطيران المدني عن بدء زخم المسافرين في مطار بغداد الدولي مع حلول رأس السنة الميلادية الجديدة. مدير إعلام السلطة جهاد الديوان كشف في تصريح له عن بدء زخم المسافرين مع اقتراب أعياد رأس السنة الميلادية في مطار بغداد الدولي، مشيرا إلى الاستنفار على مدار 24 ساعة، فيما لفت الديوان إلى أن افتتاح صالة سامراء وعودة صالة نينوى للعمل ساهما كثيرا في تخفيف الزخم على النواقل الوطنية والشركات العربية والعالمية. هذا وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد أعلنت تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح. وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد إنه حسب توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني تقرر تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأحد بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح، وأضاف أن يوم غد الاثنين عطلة رسمية للمكون المسيحي فقط بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح. باشرت دوائر أمانة بغداد نصب أشجار الميلاد ونشرات الزينة احتفاء بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية في عدد من مناطق العاصمة. وذكر بيان للأمانة أن أمين بغداد عمار موسى كاظم وجه الدوائر البلدية كافة بتنظيف محيط الكنائس والأديرة ومشاركة قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في كنائس بغداد وتقديم باقات الزهور للمحتفلين وتهيئة نشرات الزينة ونصب أشجار الميلاد في عدد من الشوارع والتقاطعات مشاركة الأسر البغدادية احتفالاتهم بهذه المناسبة، مشددا على إعادة ألق بغداد وإشراقها من جديد وتغيير واقعها ومشهدها الحضري بما يحقق متطلبات المواطن البغدادي. نفت اللجنة المنظمة لخليج 25 تعليق بيع تذاكر بطولة خليج 25. وقال نائب رئيس اللجنة محمد ناصر إن الأنباء التي تحدثت عن تعليق بيع تذاكر خليج 25 غير صحيحة، وإن اللجنة متواصلة بصورة مستمرة مع الجهات المسؤولة في البصرة، وعقدت يوم أمس اجتماعا موسعا بشأن بيع التذاكر ولم تشهد أي تعليق للبيع. وأضاف أنه قد يكون بيع التذاكر إلكترونيا أو عن طريق المراكز، مؤكدا أن هناك نظاما كبيرا لمتابعة انسيابية بيع التذاكر لكي تصل إلى أكبر عدد من الجمهور دون رفع سعر التذكرة. أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني جولة تفقدية للمنشآت الرياضية والخدمية التي تستعد لاستضافة بطولة خليج 25 في محافظة البصرة. وذكر بيان حكومي أن السوداني وجه جميع المؤسسات الخدمية في المحافظة باستنفار جهودها وطاقاتها لتقديم الدعم الفني واللوجستي للاتحاد العراقي لكرة القدم لإنجاح البطولة. وأشار أن السوداني شدد على إكمال كافة الاستعدادات والتحضيرات لاستضافة البطولة وتذليل جميع المعوقات التي قد تعترض سير العمل في إكمال المشاريع الخدمية. وأوضح البيان أن السوداني وجه الأجهزة الأمنية بتسريع وتيرة الاستعدادات الجارية لاحتضان البطولة في السادس من كانون الثاني المقبل. ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني اجتماعا ضم مسؤولي الدوائر الخدمية والقطاعية في محافظة البصرة بحضور المحافظ أسعد العيداني. وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أن السوداني اطلع على الواقع الخدمي في المحافظة وشدد على سير تنفيذ الخطط الموضوعة على مستوى المشاريع العمرانية المختلفة. وأضاف أن السوداني أكد على استمرار سير العمل وتقديم الجهد الخدمي والإسناد لبطولة خليج 25. وأشار أن زيارة السوداني إلى البصرة تأتي ضمن المنهاج الحكومي من خلال الجولات التفقدية للمحافظات للإطلاع على واقعها ومتابعة مشاريعها الخدمية. وأكد السوداني أن ملف التنمية والخدمات مرهون بمكافحة الفساد المالي والإداري الذي يشكل العائق الأساس أمام عدم تنفيذ المشاريع الخدمية والعمرانية. وشدد السوداني على ضرورة بذل المزيد من الجهود والحرص لإنجاح بطولة خليج 25 بأفضل صورة بما يليق باسم ومكانة العراق.
ليس لدعم تحضيرات البطولة فقط، بل جاءت زيارة السودان إلى البصرة لتدعيم تلك المشاريع الاستراتيجية وإزاحة المعرقلات عنها من أجل أن تتنفس رئة العراق الاقتصادية الحياة العمرانية. معتز الحبيب والتفاصيل. في زيارته الأولى للبصرة، رئيس الوزراء يطلع على آخر الاستعدادات لبطولة كأس الخليج، وأكد على ضرورة إظهار البصرة بالصورة اللائقة خلال هذه البطولة، وكذلك متابعة المشاريع العمرانية والاستراتيجية الأخرى. هناك خصوصية لمحافظة البصرة من حيث الاستحقاقات والمشاريع على المستوى الخدمي والاقتصادي، أيضا استحقاقات تتعلق بمشاريع استراتيجية في مقدمتها مشروع ميناء الفار وقناة الجافة وكذلك المشاريع الصناعية الكبرى. هناك حدث مهم إن شاء الله خلال أيام سوف تحتضن هذه المحافظة بطولة الخليج العربي 25 لكرة القدم، وبالتأكيد سوف تأخذ في هذه الزيارة جانب مهم من الاستعدادات والاطلاع على الاستحضارات التي بذلتها اللجان المحلية برئاسة الأخ المحافظ وكذلك اللجان الوزارية واتحاد كرة القدم. هذه الزيارة تسرع وتعجل في وتيرة العمل بكافة المفاصل الحيوية المعنية ببطولة كأس الخليج، وهذا ما أكده مراقبون على أن الحكومة المركزية مهتمة بإنجاح ملف البصرة بخليج 25. السيد رئيس الوزراء إلى محافظة البصرة من أهمية بمكان لإنجاح الحدث المهم وهو خليجي 25، وكانت هذه الزيارة مهمة للإطلاع على أهم ما تحتاجه المحافظة من الخدمات خصوصا وبالدرجة الأولى، ومن الأعمال اللوجستية الأخرى التي تحقق النجاح بالنسبة للضيوف والأشقاء العرب. دولة رئيس الوزراء تشرفت اليوم البصرة بزيارته، هي زيارة تفقدية للمشاريع المتلكئة وتسلم بعض المشاريع الخدمية كمستشفى السياب التركي بحسب المصادر، كذلك لمتابعة الاستعدادات والتحضيرات لبطولة خليجي 25، وهي بطولة مهمة لها أهمية وطنية أكثر من كونها أهمية رياضية. واليوم سيشرف على هذه التحضيرات والاستعدادات ويتأكد تماما من أن البصرة وملاعبها ومؤسساتها الرياضية جاهزة تماما لاستقبال خليجي 25. البصرة شريان العراق الأبهر، والحكومة تعي أهمية هذه المحافظة وتكرس كل جهودها من أجل أن تكون البصرة في صدارة حركة البناء والإعمار. لقناة الفرات، معتز الحبيب، البصرة. رحب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية أسيد الحكيم مع قرب انطلاق بطولة خليج 25 بالأشقاء العرب ضيوفا كراما في البصرة الفيحاء وبلدهم الثاني العراق. السيد الحكيم دعا في تغريدة له تنظيمات تيار الحكم الوطني في البصرة للمساهمة الفاعلة في جهود دعم البطولة التي يترقبها الشعب العراقي الحبيب بفارغ الصبر، والقيام بحملات تنظيف واستقبال للضيوف وغيرها من لوجستيات تأمين وإنجاح هذا الكرنفال الرياضي الاجتماعي الكبير. إنجاز وتقدم آخر يسجل للعراق من خلال إقامة بطولة خليج 25 في عاصمة العراق الاقتصادية البصرة، حيث وصف مراقبون هذه البطولة بأنها ستكون الأجمل. حسين ياسين والتفاصيل. مع بدء العد العكسي لانطلاق بطولة خليج 25 في البصرة، ازداد التفاؤل داخل الشارع العراقي بنجاح هذا الحدث الرياضي، لا سيما وأن المراقب لخطوات الاستعدادات يشخص النقلة النوعية التي تحققت على أرض الواقع في مستوى الخدمات بأشكالها المختلفة وتطور المنشآت الرياضية. ملعب الميناء يكتمل بعد غد الافتتاح، المدينة الرياضية جاهزة، فنادق المحافظة، البنى التحتية، كل الأمور مسخرة من النواحي ابتداء من الأمنية انتهاء بالترفيهية والجمالية، بالتالي هذه البطولة ستكون هي الأجمل. وعلى مستوى المواقف الداعمة لهذه البطولة، شهدت العاصمة بغداد عدة فعاليات مجتمعية للتعبير عن مدى الفرحة التي تغمر العراقيين لإقامتها على أرض الملاعب العراقية بعد طول انتظار.
بعد سنوات عديدة من سنة 79 واليوم احنا 23، فرحين جدا باستضافة خليجي 25 وخاصة بأحدى المحافظات المهمة في العراق البصرة بملعب المدينة الرياضية وأيضا ملعب الميناء. اليوم احنا كلنا استعداد، من شبابنا، من عشائرنا، من شيوخنا، من الفئات الرياضية وأيضا كل أطياف المجتمع. توافد الناس الجماهير من بلدان الخليج حتى قبل بطولة الخليج بعشرة أيام، هذا يعطي دافع بأن تكون هذه البطولة نسخة مغايرة، وأبسط ما يقال عنه بأي شيء رياضي في العراق سيكون ناجح. وتضيف آراء أخرى أنه من المهم جدا تضافر جميع الجهود الحكومية والمجتمعية لدعم هذا الحدث الرياضي الذي سيؤكد قدرة العراق على استضافة البطولات والفعاليات الرياضية ويمهد لتحقيق طموح نحو استضافة بطولات دولية أخرى. إذن جميع الأنظار تتجه صوب البصرة الفيحاء على أمل أن يكون هذا المحفل الرياضي المهم رسالة اطمئنان للعالم للاستثمار في العراق. حسين ياسين الفرات، بغداد. وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بالعمل على تأمين بطولة خليج 25 في محافظة البصرة والتعاون الكبير مع الجمهور الذي سيكون حاضرا في هذا العرس الكروي الكبير. الوزارة ذكرت في بيان لها أن الشمري زار آمرية قوات حفظ القانون واطلع على أهم الواجبات والمهام التي تقوم بها، مؤكدا خلال زيارته على ضرورة العمل وفق مبادئ حقوق الإنسان والتعامل الحسن مع المتظاهرين السلميين وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة لهم، وهذا ما نصت عليه القوانين. البصرة مقصد لمحبي أرض الرافدين وكرة القدم، حيث تستعد المحافظة لإقامة وإنجاح بطولة خليج 25 وتجهيز مضايفها وملاعبها لتقديم أفضل صورة عن العراق. صباح حكيم والتفاصيل. على قدم وساق تتواصل الاستعدادات لتهيئة كافة ظروف نجاح بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة، حيث شهدت المدينة وصول رئيس الوزراء السوداني وعقد اجتماعا ضم مسؤولي الدوائر الخدمية والقطاعية واستمع لإيجاز مفصل عن الواقع الخدمي وسير تنفيذ الخطط الموضوعة على مستوى المشاريع المختلفة، فيما تزينت شوارع البصرة وميادينها بأعلام دول الخليج وعبارات الترحيب بالمنتخبات المشاركة في ظل اهتمام كبير ورغبة بإنجاح البطولة من قبل جميع الجهات المعنية إن كانت رياضية أو خدمية. واستنفرت جميع الوزارات جهودها الخدمية فيما نفذت محافظة البصرة جملة من المشاريع الخدمية والتطويرية أيضا للبنى التحتية وبما يتناسب مع استقبال الجماهير الخليجية التي ستتوافد لمشاهدة مباريات البطولة، ويحرص العراق على تقديم نسخة متميزة من البطولة الخليجية. وكان الاتحاد العراقي قد أكد الانتهاء من تهيئة وتجهيز ملاعب المدينة ومنها جذع النخلة والذي يتسع لستين ألف متفرج وملعب الميناء فضلا عن ملاعب أخرى. صباح حكيم، الفرات. أعلن وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع جاهزية ملعب الميناء بشكل كامل للافتتاح، مشيرا إلى أن انطباع الجانب الخليجي لإقامة البطولة في البصرة ممتاز جدا. وقال المبرقع إن هناك لجنة إعلامية تنظيمية مختصة يرأسها رئيس الاتحاد عدنان درجال بشأن بطولة خليجي 25، مؤكدا أن ملعب الميناء تم إنجازه بشكل كامل وهو جاهز للافتتاح الرسمي للبطولة، وأشار أن انطباع الجانب الخليجي بشأن البطولة ممتاز جدا، وأعضاء اللجنة التفقدية لملاعب البصرة أبدت ارتياحها لما شاهدته من جاهزية واستعداد متكامل. وأكد المبرقع إنه لا توجد هناك قوات إضافية كون الجهات الأمنية الموجودة ذكية وتتعامل بشكل احترافي كبير. هذا وتتواصل الخدمات الفنية واللوجستية في محافظة البصرة استعدادا لاستضافة بطولة خليج 25 المقرر إقامتها مطلع العام المقبل، حيث أعلنت مديرية المرور العامة
إرسال تعزيزات من الدوريات والدراجات والأشخاص إلى محافظة البصرة للمشاركة باستقبال وفود خليج 25. من جانبها أكدت هيئة السياحة التابعة لوزارة الثقافة جاهزية فنادق البصرة لاستضافة الفرق والوفود المشاركة ببطولة خليج 25 والفرق الإعلامية المرافقة لها والمسؤولة عن تغطية البطولة. بدورها أكدت هيئة المنافذ الحدودية استعدادها التام لاستقبال الجماهير والفرق الرياضية المشاركة في بطولة خليج 25. من جهتها أكدت وزارة الداخلية جاهزية تشكيلاتها لتسهيل عملية استقبال الوافدين الرياضية المشاركة في بطولة خليج 25 في محافظة البصرة. إلى ذلك أكدت قيادة العمليات المشتركة إعداد خطة أمنية خاصة لتأمين بطولة خليج 25 في البصرة، وأشارت أن الخطة تشتمل الجانب الأمني والخدمي والاستخباري لإنجاح البطولة. أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم إكمال كافة الأمور الفنية واللوجستية الخاصة بافتتاح بطولة خليج 25 في البصرة. وقال عضو الاتحاد ونائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة محمد ناصر إن اللجنة المكلفة من الاتحاد أكملت جميع التحضيرات اللوجستية بافتتاح النسخة الجديدة للبطولة مطلع العام المقبل، وأضاف أن الملاعب الرئيسة والتدريبية جاهزة بشكل كامل. وأشار أن الشركة المنظمة للبطولة أعربت عن انبهارها بنوعية الملاعب وجاهزيتها، مؤكدا أن الاتحاد وضع تسهيلات كبيرة لدخول الجماهير الرياضية إلى الملاعب بما في ذلك إلغاء تأشيرة الدخول والرسوم، لافتا أن تذاكر خليج 25 ستباع إلكترونيا لأول مرة في العراق. وصلت مجموعة من الجماهير الرياضية ومن مختلف الجنسيات إلى محافظة البصرة بشكل استباقي دعما لبطولة خليج 25 التي ستنطلق في محافظة البصرة. وأظهر مقطع فيديو وصول عجلات محملة بالجماهير الخليجية من جنسيات مختلفة من بينها سعودية وبحرينية وكويتية وقطرية، وثبت المشجعون أعلام بلدانهم على مقدمة عجلاتهم فيما كانوا يحملون ويلوحون بالأعلام العراقية، فيما تزينت شوارع البصرة وميادينها بأعلام دول الخليج وعبارات الترحيب بالمنتخبات المشاركة، حيث لاحظ زوارها اهتماما كبيرا بالبطولة والرغبة في إنجاحها وإظهار قدرة العراق على التنظيم المميز للبطولة. أعلنت الشركة العامة للملاحة الجوية العراقية استكمال استعداداتها الخاصة بتأمين انسيابية حركة الطائرات القادمة لمطار البصرة الدولي خلال فترة إقامة خليج 25. وقال مدير عام الشركة علي محسن هاشم إنه مع اقتراب موعد انطلاق فعاليات بطولة خليج 25 تم استكمال الاستعدادات الخاصة بتأمين انسيابية حركة الطائرات القادمة لمطار البصرة الدولي خلال فترة إقامة البطولة، وأشار أن ملاكات الشركة تواصل جهودها الاستثنائية لخدمة ضيوف العراق بغية المساهمة الفاعلة في إنجاح الكرنفال الكروي، مؤكدا إنه تم وضع خطة فنية متكاملة لإدارة حركة الطائرات العابرة في الأجواء العراقية خلال هذه الفترة. دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم خلال زيارته إلى محافظة المثنى إلى إنشاء صندوق خاص بالمحافظات المحرومة وتحقيق التمييز الإيجابي للوصول إلى العدالة الاجتماعية بما يتعلق بالمحرومية ونسب الفقر. أدعو لتأسيس وتشكيل صندوق خاص للمحافظات المحرومة حتى نقوم بعملية التمييز الإيجابي. المحروم يعطي أكثر من الآخر إلى أن نزيل المحرومية، يصير العراق كله نسبة المحرومية فيه نسبة واحدة، هذا يصير به نوع من العدالة. العدالة الاجتماعية تتطلب
إعطاء تخصيصات وميزانيات وبناء مشاريع إضافية في المحافظات المحرومة حتى يزال عنها الحرمان وتكون في مصاف سائر المحافظات الأخرى. سنتابع هذا الموضوع مع السيد رئيس الوزراء مع الحكومة، إذا تحقق أعتقد أنه سيكون إنجاز كبير ومهم في هذا الشأن. تلك المبادرة التي طرحها السيد الحكيم لاقت ترحيبا شعبيا لدى المحافظات المحرومة لا سيما المثنى، على أمل أن تجد تلك المناطق الأكثر فقرا وإهمالا طريقا لتحقيق تطلعاتها. محمود قاسم والتفاصيل. لتكون أنموذجا وقدوة. مبادرة السيد الحكيم لإنشاء صندوق دعم المحافظات والمناطق المحرومة حظي بتأييد جماهيري وشعبي، والتي تمثل التفاتة حقيقية للنهوض بالواقع الخدمي والمعيشي لتلك المناطق لتتساوى وغيرها بذات الحقوق والتخصيصات المالية والاهتمام الحكومي. كانت زيارة لسماحة السيد الحكيم إلى محافظة المثنى، وأطلق من خلال هذه الزيارة مبادرة سميت بصندوق المحافظة. ليس غريب على هذه العائلة النظر إلى العراق نظرة واحدة، فكان قبل مبادرة السيد عمار الحكيم السيد عبد العزيز الحكيم أطلق مبادرة الأقاليم لإعمار الأقاليم العراقية، ومن ثم استمر السيد عمار الحكيم بعدة مبادرات منها مبادرة الأنبار، لأنهم لا ينظرون إلى العراق على أساس القومية، يرون العراق عربا وأكرادا عراقيين، فيجب أن يكون لها تخصيص حتى تنهض بواقعها المتردي وواقعها المزري. فنبارك ونؤيد ونصر على أن تنفذ هذه المبادرة. مواطنون في المثنى رحبوا بما نصت عليه مبادرة السيد الحكيم، مؤكدين إن المحافظة تتطلع لإنشاء هذا الصندوق الذي من المؤمل أن يسهم بفك أزمة السكن والبطالة وإكمال المشاريع الخدمية وتطوير البنى التحتية في وقت قريب. مبادرة سماحة السيد الحكيم خلال زيارته للمثنى مبادرة مهمة لإنشاء صندوق دعم المحافظة بسبب المحرومية ونسبة الفقر التي تجاوزت 53%، راح تساهم بتشغيل الشباب وإنشاء مشاريع ودعم القطاع الخاص، ومبادرة مهمة جدا، ونطالب من الحكومة دعم هذه المبادرة. نتمنى أن هذه المبادرة تفعل من قبل الحكومة العراقية. الحكومة العراقية الآن عليها واجب أنه زيادة المبالغ المخصصة لهذه المحافظة. هذه المحافظة محافظة محرومة، محافظة المشاريع التي شهادتها قليلة، محافظة ينقصها الدعم المشاريع الخاصة الاستثمار. احنا نتمنى انه هذه المبادرة ان تكون مفعلة من قبل الحكومة العراقية وان تدعمها دعم كبير. زيارة السيد الحكيم فتحت آفاقا جديدة لأبناء المحافظة في وقت يتطلع المواطن فيه لوضع تشريعات وقوانين تنصف أكثر المحافظات حرمانا خلال السنوات الماضية. من المثنى محمود قاسم، الفرات. للحديث أكثر ينضم معنا في المرصد الخبري عضو الهيئة العامة لتيار الحكم الوطني كرم الخزعلي. حياكم الله في مرصدنا الخبري، والبداية، هل توجد خطة ونظرية متكاملة لتطبيق مبادرة صندوق المناطق المحرومة، وما هي الخطة الرئيسة التي ستتبعها هذه المبادرة لتحقيق أهدافها؟ تفضل لك الكلمة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابكم وقناتكم الموقرة وكل من شاهدنا من خلال شاشة التلفاز. يعني بالتأكيد اعتاد الشارع العراقي على مبادرات سماحة السيد الحكيم التي هي بمثابة خارطة الطريق يضعها سماحته دائما ما يقدم هذه المبادرات للحكومة، ابتداء يعني من الحكومات السابقة وصولا إلى حكومة السيد السوداني، لتقديم الخدمة لهذه المحافظات، تقديم الخدمة للمواطن. الشغل الشاغل والهم الأكبر لسماحة السيد الحكيم هو وضع الشارع العراقي، تقديم الخدمة للمواطن العراقي، هذا ما يشغله. غير هذا، اليوم هذه المبادرة يعني هي ليست بجديد على سماحتي، ونتحدث بأنه تقديم الدعم لهذه المحافظات، تقديم الخدمة، البنى التحتية، بناء المدارس، المستشفيات. يعني سيدي الكريم، هنالك محافظات محرومة كما عبر عنها سماحته. هذه المحافظات المحرومة يجب أن تتساوى على الأقل يعني مساواة اجتماعية مع محافظات أخرى غير منتجة. يعني هنالك محافظات منتجة ومحافظات غير منتجة. المحافظات المنتجة قد تكون أقل
من المحافظات غير المنتجة في تقديم الدعم، يعني هذا ما نشاهده وما نراه في بعض المحافظات الأخرى. غير هذا، اليوم هذه المحافظات التي تحدث عنها سماحته هي محافظات هي من الجانب الأساسي هي محافظات غير منتجة، ولكن لم تخضع ولم يعطى لها أي دور أي تقديم للخدمة. تجد بأنه بناها التحتية يعني لا شوارع معبدة، لا مدارس، لا مستشفيات، يعني تفتقر إلى أبسط حقوق المواطن. هذا ما يتحدث عنه سماحته. واليوم نؤكد، ويعني هنالك ترحيب كما قلتم في بداية مقدمتكم، هنالك ترحيب من الشارع العراقي بهذه المبادرات، سيما هذه المبادرة التي يعني على تماس مع حياة المواطن، مع هموم المواطن، مع معيشة المواطن. طيب، يعني هل سيتم تشكيل لجنة مع الجهات الحكومية المعنية لدراسة هذه الأطروحة وأيضا العمل على تطبيقها في المحافظات المحرومة؟ سيدي الكريم، هذه الحكومة اليوم المعيار الأساسي لنجاحها وبقائها وديمومتها هي تقديم الخدمة. اليوم السيد الحكيم يفتح لهم آفاق، يضع لهم يعني خارطة الطريق من خلال هذه الآفاق وخلال هذه الطرق التي يعبدها له سماحته بتقديم هذه الخدمة بهذه الخطوط، هذه الخطوط العريضة. اليوم نحتاج إلى تقديم الخدمة للمواطن، هذا 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 يعني الهدف الرئيسي. ولديمومة وبقاء هذه الحكومة هي تقديم الخدمة، تقديم الخدمة لها عدة أبواب، ولكن اليوم نذهب بهذا الاتجاه، نذهب بهذا الاتجاه لأنه المواطن يحتاج، هذه حقوقه، ما متفضل عليه الحكومة. اليوم السيد الحكيم ينظر إلى هذه المحافظات وعبر عنها بأنها محافظات محرومة، ونتفق جميعا مع هذه مع هذا الطرح ومع هذا التعبير، يعني حقا هي محافظات محرومة لا من الحكومات السابقة ولا من الحكومة الحالية. نشد على يد الحكومة الحالية، ندعم الحكومة الحالية بتقديم الخدمة، لأننا مؤمنون بأنه هذه الحكومة قادرة على تقديم الخدمة إذا تضافرت الجهود. نذهب بعيدا ونقدم الخدمة لمسافات أبعد. بعد ما طرحها السيد الحكيم في محافظة المثنى تلقت ترحيبا واسعا، طيب كم تحتاج من الوقت لتطبيق هذا المقترح على مستوى العراق أجمع؟ يعني بالتأكيد هي ليست لا يمتلك السيد السوداني عصا سحرية حتى نقول بأنه باستطاعته أن ينفذ جميع هذه يعني تقديم الخدمة بهذا الشكل الواسع، لأن هذه المحافظات تفتقر لأبسط يعني تقديم للخدمة. فبالتالي يعني يذهب باتجاه بأنه تقديم الخدمة وخطوة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. فبالتأكيد يعني إذا ذهب بهذا الاتجاه وقدم الخدمة، أنا أجزم لك قاطعا بأنه هذه الحكومة سوف تمضي أشواطا بعيدة بتقديم الخدمة، ولا يعني حتى الجميع يكون من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. يعني هذه المبادرات يعود الفضل الأول والأخير بها لا سماحة السيد الحكيم، هو الذي يضع لهم هذه الخطط وهو يضع لهم هذا الطريق ويعبد لهم هذا الطريق من أجل تقديم الخدمة للمواطن، المواطن بحاجة إلى هذه الخدمة. طيب، بعد دعوة السيد الحكيم إلى أبناء تيار الحكم الوطني في البصرة إلى المساعدة والمساهمة في إنجاح بطولة خليجي 25، هل سيكون للتيار فعاليات وبرامج معينة في هذا الصدد، وما ستكون الفعاليات الرئيسية؟ يعني تقديم الخدمة هي يعني الدافع الأول، وخلينا نعود بالذاكرة قليلا إلى الوراء. حتى في وقت جائحة كورونا يعني كان دور كبير للحكمة وحكيمها بفتح مقراتها وجعلها هي وحتى مرقد الشهيد المحراب الخالد رضوان الله عليه، فقد كان هذا أيضا مستشفى لعزل المصابين. غير هذا فتحوا كل المقرات لتكون يعني بخدمة المواطن، فهذا الأمر ليس بجديد على الحكمة ولا حكيمها. فاليوم نحن في هذه الموضوع المهم اللي قامت دورة الخليج في على الأراضي العراقية، فأيضا أبناء تيار الحكمة في محافظة البصرة سوف يكون لهم دور بتقديم الخدمة حتى يعني في وضع مقراتهم أيضا في خدمة الزائر وخدمة الجماهير الرياضية. شكرا جزيلا لعضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني كرم الخزعلي، كنت ضيفا عزيزا علينا في المرصد الخبري. أحبتي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام مرصدنا، شكرا على حسن الإصغاء والاستماع، نلتقيكم في مرصد خبري آخر. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وفي أمان الله.